مشاهدينا صباح الخير عليكم، نهاركم مبروك بالصحه والسلامه والصحه والرزق والعافيه باذن الله تعالى. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يشافي جميع مرضانا يا رب ويرحم موتانا باذن الله تعالى. دائما كنقولها، حنا كنا متبعين الوضع الوبائي بالمملكه المغربيه، عرفنا ان البارح تم تسجيل كذلك 1510 حالات اصابه جديده بفيروس كورونا، وللاسف تسجلت كذلك 29 حاله وفاه تغمدهم الله بواسع رحمته. كنعرفوا كذلك ان الوضع الوبائي بالمملكة دخل لمرحلة الخطر. كنعرفوا ان الانعاش يعني في المستشفيات امتلأ عن اخره. هاد المسائل كامله ما غيباش علينا، كاملين عارفينها، كنا متبعين هاد الحاله الوبائيه بالمملكه. كنعرفوا ان مجموعه من الاحياء اصبح كيتم الاغلاق ديالها بسبب تفشي هاد الوباء. ودائما كنقولوا حنا، واش هاد الاغلاق ديال الاحياء، يعني تقريبا كل نهار كيتم اغلاق حي، واش هو يندر اغلاق خاصه العاصمه الاقتصاديه؟ كنعرفوا ان العاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء يعني فيها واحد الكتله مهمه من الساكنه، هي قلب المغرب النابض، يعني بزاف ديال الناس يعني لا يكفي اننا نقولوا العاصمه الاقتصاديه، واش هذا الشيء يندر بالاغلاق ديالها؟ وهذا الشيء بغينا نعرفوا ونتعرفوا عليه من خلال التعليقات ديالكم والتفاعل ديالكم معنا. ياسمينة فلسطين كتقول لك اللهم امين امين يا رب، يا ربي ترفع علينا هذا الوباء ربي في اقرب الاجال وباخف الاضرار. سمعي كيقول لك راه جوغ فيغي الناس ناعسه، اكيد مع يوم عطله اليوم وغدا باذن الله تعالى. الاغلبيه راه ما خدامينش. نتمنوا يا ربي الجميع الصحه والعافيه يا رب. عبد الله كيقول لك مراكش لها الله. كنعرفوا ان مراكش هي من المدن اللي مستفحل فيها الوباء. كنتمنوا يا ربي الحلم ديالنا اننا نتغلبوا عليه ونخرجوا منه باخف الاضرار يا رب، ويكفي من يعني الموتى والاصابات والخوف، يعني بزاف ديال الامور اللي اطرات على النفسيه ديال الانسان. عبد الله كيقول لك مراكش تأزمات. أنوار تحية طيبة، تحية طيبة أخ أنوار. مشاهدينا ما بقى لي الا نودعكم، ومزيدا من اتخاذ الحيطه والحذر التزموا بالتدابير الاحتياطيه اللي امرت بها السلطات من وضع الكمامه وسماع لتعقيم اليدين والتباعد الجسدي. هذو من الاشياء اللي خصنا اننا نلتزموا بهم كمواطنين ونديروا اللي علينا. ونتمنوا يا ربي نخرجوا من هذه الجائحه يا رب اقرب الاجل باذن الله تعالى. دمتم في امان الله، الى اللقاء.